أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت أنى يكون لي غلام قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسس بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة
فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي فأتت به قومها تحمله فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرًّا بوالدتي ولم يجعلني جبارًا شقيًّا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت
ذلك عيسى ابن مريم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن